هل تعلمون أن 35% من النفط الخام المورد إلى إسرائيل من قبل هذه الشركات الدولية الكبرى؟ زودت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بنحو 80% من وقود الطائرات والديزل والمنتجات النفطية الأخرى. في الأيام القليلة الماضية أفرجت واشنطن عن 3.5 مليار دولار لشراء أسلحة ومعدات عسكرية، كما وافقت أيضاً على بيع أسلحة إضافية بقيمة 20 مليار دولار. أذربيجان، كازاخستان، الجابون، نيجيريا والبرازيل وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى إيطاليا، زودت إسرائيل بنحو 4,100,000 طن من النفط الخام. في المقابل علقت كولومبيا صادرات الفحم إلى إسرائيل كإجراء ضد الإبادة الجماعية. وكشفت دراسة أجرتها منظمة أويل تشينج انترناشونال عن أن الأسلحة الجوية والدبابات الإسرائيلية تحصل على الوقود من دول موقعة على اتفاقيات جنيف المتعلقة بالإبادة الجماعية. هذا الأمر قد يجعل هذه الدول متورطة في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، هي جرائم ضد الإنسانية، وتتسبب بقتل أطفال غزة يومياً.